هنتكلم في تو بوينتس مهمين قوي للباك ليفل. اول حاجه نتاكد ان حاطين جوك علشان ايدينا ما تتزحلقش. الماسكه مش بتكون سوبينيتد، بتكون برونيتد. حاجه مهمه قوي الناس بتغلط فيها ان انا بكون عامل مش يعني الجريب بتبقى واسعه فمش بقدر ان انا اثبت. انا محتاج اضيق الجريب شويه تكون سلايتلي انورد من الشولدر ويث علشان اكون بسكويز الانر ارمز مع اللاتس، وده يساعدني وانا عامل الباك ليفل انا ثابت يعني ايد مع اللابس فهعرف اشغل احسن. ما تبقاش وايد في الاول بالذات لو انت بجنب بتعمل حركه بنفس الطريقه دي، بسكويز اللابس كده وبفلت كده بالظبط. مش عايز اكون بعملها وانا موسع ايدي كده، فلما اجي اعملها مفيش اي اسيستنس، فطبيعي اول ما اعملها بالذات لو بجنب هقوم واقع على طول. في حاجة ثانية كمان مهمة قوي بلاقي الناس بتعملها وبتغلط فيها، إن أنا حتى لو أنا عامل شولدر ويث وباجي بطلع عشان أثبت فرنسا أداة مطلع برجلي فوق وبنزل بالتشست فبكون عامل كده بالظبط.